وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022-2023 وأحال جميع التوصيات للحكومة للاتخاذ اللازم بشأنها. وأرجى رئيس المجلس الموافقة على مشروعات القوانين بربط الحسابات الختامية إلى جلسة لاحقة. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد مجلس النواب جلسة جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله. وشهدت الجلسة الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختام الموازنة العامة للدولة وحساب ختام موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختام موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022-2023. كما قرر مجلس النواب إحالة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد فيها من توصيات. موافق على ما انتهى إليه رأي اللجنة والتوصيات الواردة بالتقرير يتفضل برفع يده. موافق. إذن أعلن موافقة المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة وتحال جميع التوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها. السادة الأعضاء، بذلك نكون قد انتهينا من مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بعد أن أبدأ كل متحدث من السادة الأعضاء ملاحظاته على هذا التقرير الذي يضم جميع الحسابات الختامية، وسوف يتم أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين الحسابات الختامية المختلفة بجلسة قادمة. محتاجين تاني نأكد على نفس التوصية اللي بنأكد عليها كل سنة، محتاجين لجنة من الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والخطة الخطة والموازنة إن هم يعملوا دراسة جدوى اقتصادية لكل وحدة لكل هيئة على حدة للاستفادة من الاستثمارات في الأوراق المالية. وخلال الجلسة اختارت اللجنة العامة لمجلس النواب سحر السنباطي رئيسا للمجلس القومي للطفولة والأمومة وهيام كمال نائبا لها بعد مناقشة الترشيحات المقدمة من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس. هذا وقد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 19 من مايو الجاري.